مرحبا جار. اهلين اهلين برضا. لا 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 يا زياد، هذا اللي طلع معاك؟ مو محرزة تحط لنا ارمات؟ كل حسابنا اللي عندك 7000 ليرة. معقولة يا ابو رضا؟ هاي الارمة مو لك، هاي لرفقاتي الغلاص قليلين الذوق يلي بيتدينوا وبيمشوا. يعني معقولة حط الارمات بوشك لك؟ شو بها محل محلك ابو رضا. وانا هيك عم بقول، ورغم هيك هالشغلة مو حلوة منك بنوب. ليش؟ لحتى اللي مثلي ما يتحسس وياخذ على خاطره. اوعك اخي ابو رضا، اوعك، ارجوك لا تتحسس. اذا بده يصير حساسية هلا بشقة قدامك وعمره ان شاء الله ما تكون. اي خلاص خلاص مش الحال، انا ما عم بحكي عن حالي، انا عم بحكي عن الناس المزوة يلي بتقدر مثلي. 100 اهلين اخي ابو رضا، 100 اهلين. مالك علي يمين انك انت ابو الذوق والحساسية. ومن شان حسابك ان شاء الله باقرب وقت بمن لك يا. صدق انه كنت قايم لك اياهم مع جنب، بس الاولاد يا اخي نقوا فوق راسي واهل بدهم دش، يعني اضطريت ادين شويه مصاري من هون ومن هون على مصرياتك لحتى امننا حق الدش. ركبتوا دش بالمصاري؟ ايه. الف مبروك ان شاء الله. الله يبارك بعمرك. قوم اخي زياد نقي لي شي بنطلون وقميص على كيفك وضيف الحساب فوق الاولانيات. لك قوم اتحرك شبك. ايه على عيني. تكرم يا ابو رضا تكرم. ايوه اهلين، هذا تليفون البيت مو المحل، تليفون المحل مقطوع. هو بيجي على البيت الساعه 3، بتحب قله شي؟ ينزل على الحريقه يدفع الجمعيه لابو عادل. إيه على عيني. لا لا ما بنسى، هلا بسجلها. مع السلامه. مرحبا اخي زياد. اهلين ايمن. اهلين اهلين. شو يا شو كاتب لنا فوق؟ اكيد الملاحظه مو قلنا. اكيد مو قلكم. معقوله يعني هي للزباين قليلين الذوق بعيد من هون. يا الله وكيلك انكسر ظهري من الدين. فعلا الحق معك. لك شو هالناس هي؟ بس انت الحق عليك، ما كان لازم تعطي وش لحدا بنوب. مو هيك اخي، انت مشكلتك انك خجولي بتستحي من خيالك. خلاص الزلل ما بدك تدينه إلا بوشه ما بدي دينك، أخو ما رأي شي. هيك قلتك؟ إيه طبعاً، لازم تقول للأعور أعور بعينه، مو تعمل لي أرمات ولافتات. فعلاً معك حق. صحيح، قديش حسابي عندك؟ ماني بتذكر بالضبط، بس يمكن حيطان 10,000. بسيطة، فكرتهم أكثر من هيك. لا لا مو أكثر، طمن. بس ليش عم تسألني يا ترى؟ يعني بدك تحاسبني؟ هو أنا بصراحة كنت ناوي أدفع لك اليوم، بس الشباب حلفوا علي أطلع معهم على البحر جمعة زمان، وقالوا إذا ما طلعت منبطل نروح. فقلت لحالي مو حلوة نخجلهم ونفشلهم الطلعة مشان المصاري. طبعا مو حلوة، مو حلوة منو. روح حبيبي روح، روح على البحر تسيران وقضي وقت. أنا بالنسبة لي على مهلي، بعدين بتدفع لي شو صاير يعني. روح حبيبي روح روح، هاي الروحة ما بتتفوت. إيه عندك أواعي بحر يا ترى؟ مثل شو؟ يعني لازمني طقم بحر وكم مايو وكم منشفة، لزوم سباحة يعني. ايه ايه عندي، تكرم عينك. شلون أخي؟ جوزي من شهر ما دفع جمعية؟ ايه تكرم، بقول له محل مين؟ محل مازن، على عيني. مرحبا ابو الزود. اهلين اهلين خيري. لك شو عامل انت؟ شو عامل؟ فظيع انت يا زياد فظيع. انه منين تجيك هالافكار هي؟ ما بعرف. ايه على طول على طول تجيني هيك افكار انا. حلوه النافه حلوه، مع انه انت صاحب نفات من زمان. شايف والله. ايه بس ما لقيت احلى من هالعباره المشرشحه. إلا إيه لك جملة راكزة وحلوة. مثل شو؟ مثل شو؟ مثلا مثلا كتوب دينته تبسم، طالبته تبلكم، دفعته تهجم. أحلى لا تقول لي. دوسنة وعلى القافية. حلوة فعلا حلوة. يا أخي أنا كان لازم أكون شاعر من زمان، بس ليش ما صرت شاعر؟ ما بعرف، عندي موهبة قوية كتير بالشعر. ها ايه واضحة واضحة تماما، مع اني كنت حمار بالمدرسة. ايه مزبوط بتذكر، بس ما دخل كل شيء لحاله. صحيح على ذكر المدرسة،
بدنا نكسي هالولاد قبل موسم المدارس. ايه تكرم عينك. ومثل العادة عد دفتر إلا إذا فيها إحراج. ها لا لا ولو المحل محلكم، أنت بتحمل وبتمشي وبدون ما تناقش. أنا واثق من هالشي، لو مالي واثق كنت زلت أول ما شفت اللوحة. العم على القصة صارت شغلي بالضد، لكأنه العالم بالجكارة صارت تيجي تدين. يعني قبل ما علق اللوحة كنت دين لي شي زبون بالنهار، هلا صار المعدل 4-5 زباين باليوم. ايش عم يشتغلوا فيه؟ والجمعيات اللي عليك لتجار الحريقة شو رح تعمل فيها؟ انو جمعيات هي؟ احاف فواتير كهرباء وتليفون ومي ما في بالدرج. والمعنى؟ المعنى انكسرنا وما حدا سمع علينا. شو ناوي تفتح جار؟ دخلك بياعين فلافل، بيبيعوا كاش ولا على الدفتر؟ طبعا كاش، هلا محرزة صندوشة فلافل بالدين. معناتها رح افتح محل فلافل. ايه سلام افندي. امور ضي عيوني، انا بخدمتك دائما. العفو معلمي، بس يا ترى وين بدنا نروح بهالكياس كلها؟ البركه صاروا 9 كياس ومن هون لاخر نهار بيصيروا 10. امنتوا بالله على النهار العربي؟ كم مره بدي عيد الحكي لحتى تفهموا؟ شبك اليوم مطرمخ وما عم بتجمع؟ ليش شو قلت لي معلمي؟ ولك قلت لك الكياس اللي فيها شعيش نامي بتاخذها على اميم حمام الشيخ زنقي، والكياس اللي فيها قطع خشب كبيره بتاخدها لبيت حسني بيك الهايش، والباقي بتاخده على ابابيه. فهمت شو عم بحكي ولا عيد وافتي؟ لا ما في داعي معلم، هالمره فهمت منيح. تشرب شاي معلمي؟ المنيحه بدها سؤال. من عيوني. يا الله اهلين عم فيصل. مرحبا، اهلا مهلك، اهلا مهلك يا اهلا مهلك. اهلين عم فيصل، اهلا وسهلا. لك وينك يا رجل؟ صلي بعت لك كذا خبر مشان تجي تشرب شاي عندي. وينك؟ والله الحق معك، انا مقصر، بس كل ما بهم اجي لعندك بيجيني زبون وبيلهيني. والله اذا كان هيك انا ما عاد لي حكي بنوب. حاكم الواحد منا ما بيصدق امتى يحظى بزبون حتى يتمسك فيه بايديه ورجليه. لا ويا ريت هالزباين عم تشتري شي محرز. إيه الله وكيلك، بيفوت الزبون وبيجادلك ساعة وبيفاصلك ساعتين وبالأخير بيشتري بعشر ورقات وبيضير ظهره وبيمشي. هلا أنت التاني ضروري تفتح دكان زرار وتنتنى. ولك أخي شو بدي ساوي؟ هاي المصلحة اللي خلف لي إياها الوالد. لا ويلي بغيظ أكتر إنه أنا بياع جملة ومن قلة الحركة بالسوق عم بضطر بيع بالمفرق. خد على غلاظة بقى من هالزبونات. أخي لا تحملها كتير، ما بعد الضيق إلا الفرج. لك وين الشاي يا مسلم؟ جاهزة معلم جاهزة، وهي أحلى كاستين شاي لأحلى معلمين. يا والله يسلموا يا بضاي. تفضل معلم. يسلموا يسلموا. والله ما حدا مرتاح غير مسلم. ليش معلمين؟ قال ليش قال؟ لأنه عم يوصلك راتبك آخر الشهر على دوز بارا، إن كان في شغل ولا ما في شغل. إيه بس أنا بشتغل بالجمعية. ما اختلفنا، المهم أنك عم تقبض آخر الأسبوع. لا 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 كسرتها. إيما ما هيك مزبوط ولا لا؟ مزبوط، والله يخلي لي معلمي أبو عرفان، لأنه لولا كانت كلاب الشوارع شحطتني شحط، وأنا بامن سالو معروف طول عمري. تسلم يا طيب تسلم، لك أنت بتستاهل أكتر من هيك. إيه سيدي شو رأيك تتغدى عندي؟ حاكم أنا رح موت من الجوع، عصافير بطني عم تزقزق. بس أنا تركت الدكان ولازم. هلا لا تعمل لي كاني ماني، الدنيا صارت الظهر وما فيها الشغل يمثل بعضه مثل ما عم بتقول. صحيح، بس هلا صانعك اسعد بالدكان ولا مو بالدكان؟ لا بالدكان بالدكان. ايه خلص نتغدى سوا. سلام. مور معلم. روح لعند اللحام ابو حمدي اقطع لي كيلو لحمه شقف وقيتين ليه، خليه شويهم منيحه وخاصه الليه، بدي اياها مأمرة تعمير مثل جناح الدبور. لا توصي حريص معلم. وخليه يفرم لنا سلطه ناعمه وشوي لنا كم راس بصل وبندوره. بتحب المتبل باذنجان فيصل؟ والله اذا كان على اصوله ايه. واصبح جيب لنا صحن متبل وكتر عليه الزيت البلدي، وسناول لك كم رغيف سخنين من عند الفران ابو عبدو.
على عيني وراسي. ولا تطول ها، مو منشان شي، بس انا جوعان كتير. معك حق، لانك ما افطرت على بكره. يلا تيسر. الله يا المسلم تحفي، خزيت العين عنه، مو مثل صانعي اسعد. ليش عم بيعذبك بالظاهر مو هيك؟ عم يعذبني وبس. ولك يخرب بيته، ما بتقدر تعتمد عليه بشي. لا وفوق هالشي لسانه صليط وجئر. الله وكيلك، كل زبوناتي عم يشتكوا من جفاصته. ومعلومه كل زبوناتي نسوان. اولت امبارح قلع زبونه من عندي. شو هالحكي؟ يخرب دياره ولك هاد ما برزق. الله وكيلك قلعها. قلت له ليش هيك عملت؟ قال لي معلمي هي جايه تقطع وقت مو وشها والشري. بعقل صانع مسلم، مسلم الله يرضى عليه مريحني كتير. يعني اذا انا ما كنت موجود هو بينوب عني وبيستقبل الزباين، بيقضي وبيمضي. صدقني ياما في بيعات صايره على ايده، ولهالسبب انا ما بستغني عنه. لا مو بس هيك، لما بدي شجره حور صدقني هو اللي بتسوق لي اياها من الغوطه. انا اللي كاسر ايدي ورجلي انه هذا صانعي امين كتير وعينه شبعانه. بتعرف انت هالشغله قديش مهمه بالنسبه لنا. ايه طبعا، لك الامانه اهم شغله، ولهالسبب انا متحمله. دخيلك دخيلك يا معلمي، دخيلك خير. دخيلك خبيني يا معلمي، دخيلك شبك. شوفي انشفت مي، انشفت مي. انا مش بلوماني. شو بسم الله الرحمن الرحيم، حولك وحولك. لك مسلم، لك شبك يا مسلم. خايف يا معلمي، خايف. خايف من شو؟ خايف قوم لشوف. عينك ما تشوف اللي شفته يا معلمي، عينك ما تشوف اللي شفته يا معلمي. ولا يهمك مسلم، خذ اشرب لك كاسة. ما بدي اشرب شيء معلمي، يستر عرضك. خبيني خبيني بشي قرن يستر عرضك يا ابو عرفان. لك القط نفس، فهمني شو القصة. حدا هددك؟ حدا ضربك؟ لك بقى البحث يا مسلم. معلمي انت مو بعتني حتى اجيب لحمة من السوق. ايه مزبوط صحيح. شو يعني؟ وانا ماشي بنص السوق ما شفت لك الا رجال منظره غريب وبخوف، وماشي عم بيطحش بين الناس مطاحشه، ومدري شلون بدون قصد طرقته بكتفي، قام وقف وطلع فيني تطليعه وعيونه عم تقدح شرار. عنصر مخابرات يعني؟ لا معلمي مو باين عليه هيك شيء نهائيا، لانه شعره كان اسود وغامق وطويل كتير وشواربه تخان وكان لابس. المهم هلا شو سوى لك الزلمه؟ ضل حبي يطلع فيني أكثر من دقيقة، ونظرته كانت كلها نظرات رعب. ما شفت هيك نظرة بحياتي يا معلم، بحياتي ما شفتها بعيون بني آدم. هلا بالنظرة صار فيك هيك؟ شو العلاقة المصدي؟ قسما بالله يا أبو فيصل، قسما بالله لو أنت شايف تطليعته لكنت خريطت بأرضك. شو جنيت أنت؟ حدا بيرتعب من تطليعة يفتح حريشك شو تشتوش؟ صدقوني يا جماعة، نظرة هالمخلوق فيها ريحة الموت والمقابر والتوابيت. حسيته عم يطلع فيني كأني واقف قدام مجرم أو قاتل أو سفاح. عيونه عم تشع شعب التهديد والغدر، وما صدقت إيمت أخلص منه وأنفض بريشي. هذا أكيد سخنان أو أكل ضربة شمس، لك عم بيلعي بلا طعمة ودوزانه مخربط تمام. بس السوق مغطى، لا في شمس ولا في قمر. شو رأيك اقدحه كفين خليه يصحى؟ لك شو كفين ما كفين، مالك شايفهم شليان شليانة ومو لاقيان نعرة؟ في بالعادة تجي هيك حالة؟ أبدا، عنده عقل بوجهه على البلد كلها. مشان الله يا معلمي لا تمسخروا علي، اللي شفته ما حدا شافه، واللي ما دق المغراية ما بيعرف شو الحكاية. هلا أنت عم تمثل علينا ولا حابب تجنن حالك؟ اوعك ها، يلي بيمثل دور المجنون بجن عن حق. هي عم فهمك ها، بقى لا تخلي عقلك من راسك يملص. إذا ملص خلص راحت عليك ورح تبقى بالعصفورية طول عمرك. والله يا ابو عرفان ما عم زل عليك بحرف، مشان الله خبوني خبوني بشي سنيفه بشي تاكونه قبل ما يستدل هذا المخلوق على بطرحه ويقتلني. يا ابو عرفان حاجتك بقى، قوم وقف حاجة جنان. انا ماني مشتوك، هذا المخلوق بده يضل وراي حتى يقتلني. بهون عليك يا ابو عرفان، روح من كيس حالي. ولك شو بتريد نعمل لك يعني؟ اذا بدك خبيك عسيفه بخبيك. لا 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 ما بدي ما بدي ما بدي اتخبى، بس بدي اطلب منك طلب صغير، وانا ما بنسى لك هالمعروف طول عمري يا ابو عرفان. شو الطلب بقى؟ عيرني حصانك وخليني اهرب برات الشام كلها بنوبك سوابي يا ابو عرفان. انا ما عندي مانع عيرك حصاني، ما بتفرق معي، بس لو بدك تهرب. بدي اهرب لعند اهلي بحوش خان. إيه بس حوش خان بعيده، ما بتوصل لها بعد العشاء. ولو كان بدي ابعد عن المخلوق يا جماعة، صورته ما عم تفارقني ولا لحظة. هلا رجعنا لسيرة المخلوق؟ آمنتوا بالله على القصة؟ والله ما بعرف ليش بيقتلني، ما عملت له شيء يا جماعة ولا بعمري شفته. فعلا أنت الزلمة ما عاد براسك ولا درهم عقل. ليش يا أبو عرفان؟ إنه بس بدي أفهم، شلون بدك تهرب من قدرك ومصيرك؟ يعني لو كان المخلوق ناوي يقتلك
وعمرك لسه مو خالص. صدقني ما في قوة على وش الأرض بتسترجي تلمسك لمس. بقى ليش روحتك على حوش خان؟ أنا بعرف المجنون يحكي وعقل يسمع. يا سيدي قولوا عني مجنون، مهستر، مختل، مضوع، قول اللي بدكم تقولوه، بس مشان الله اعطيني حصانك يا ابو عرفان لحتى اهرب لحوش خان، على الاقل هنيك ما راح يقدر يلاقيني. والله ما بعرف شو بدي اقول لك. سايره ابو عرفان، سايره، مالك شايف من خوفه راح يوقف قلبه؟ ماشي حال، روح خذ الحصان وتيسر. لا حول ولا قوة الا بالله. ولله في خلقه شؤون. ايه شو بدنا نساوي هلا بقى؟ لازم نتغدى. شو مساوي؟ انا رايي اقطع اللحمه، تلت ساعه بكون عندك. ماشي الحال، انا عم بستناك، لا تتاخر. والله السلام عليكم. مع السلامه. عفوا يا أخ، ممكن سؤال لو سمحت؟ تفضل، أنا بالخدمة. مو حضرتك اللي بعتينك ترعي بصانعي مسلم وتقتله وتاخد روحه؟ بالضبط، على ما يبدو حضرتك عرفتني. اي والله ما شاء الله، كان سيماهم في وجوههم. بس للأسف أنا ما بقدر أخدمك بالوقت الحاضر، لكن أكيد رح يجي اليوم يلي رح أقدم لك فيه خدماتي. بس انت اصبر علي شوي يا سيدي. تأكد تماما انه انا بغينى عنك وعن خدماتك، بقى اتركني مع جنب وانساني هلا. خير، لكن شو بدك مني؟ بدي اسألك سؤال صغير، ادرس الدبوس وبتمنى تجاوبني عليه بصراحة. هات لشوف، بس بعجلة اذا سمحت، لاني مستعجل كتير، وقتي مو ملكي. ايه طبعا اكيد، وانا مقدر هالشي. تفضلوا بسرعة اذا بتريد. بدي أعرف ليش حطيت دابك وداب صانعي مسلم وصرت تطلع فيه مثل اللي عم بيهدد التاني بالموت. المسكين إجا على الدكان أركيد وقلبه مقطوع من الرعبة، الله وكيلك صار مثل المجنون وكأنه شايف الموت بعيونه. بالعكس تماما، أنا لما طلعت بصانعك ما كان بعيوني أي معنى للتهديد، وبصراحة كانت نظراتي إلو نظرات تعجب واندهاش. تعجب واندهاش؟ ليش؟ لأني ما كنت متوقع شوف الظهر هون بالشام. أوف، وليش ما؟ لأنه عندي موعد معه اليوم المساء حتى أنهي المهمة المكلف فيها. هنيك؟ هنيك؟ وين يعني هنيك؟ بضيعته، بحوش خان.